لم يستطع توفير التموين الكافي لشهر رمضان كما كان يفعل كل عام، واكتفى بشراء المستلزمات الأساسية من مواد غذائية فقط. عماد حاله كحال الكثير من العراقيين ممن أفسد الغلاء وارتفاع الأسعار موائدهم الرمضانية وعادتهم في هذا الشهر. ولمسنا بسوق ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، بحيث مصاريف صارت كلش عالية يعني، فما نقدر انه نسوق بشكل كامل، فبدنا نسوق بشكل قليل على قد الإمكانية. حركة التبضع المعتادة قبيل شهر رمضان تبدو متفاوتة وغير مستقرة على خلاف السنوات الماضية، فالركود أصاب أسواقا عديدة وهناك قدرة شرائية ضعيفة ملحوظة بعد أن تراوحت زيادة الأسعار والتضخم في الأسواق العراقية مؤخرا، خصوصا قبيل قدوم شهر رمضان بنسبة 30 إلى 60%. هي كليتها ترجع على الأسعار يعني، عرفت شلون؟ إذا أسعار غالية فأكيد المواطن ما راح يقدر يجي يسوق، ما راح يقدر يجي ياخذ غراض، بينما إذا كانت الأسعار مناسبة وزينة فأكيد راح تشوف عدد كبير من الناس من المواطنين للتسوق. البعض يتهم الحكومة بالتراخي في ضبط إيقاع الأسواق التي تكاد تخلو من المنتجات المحلية التي تلبي احتياجات المستهلكين، إضافة إلى عدم مراقبة قاعدة العرض والطلب التي غالبا ما تؤدي إلى ارتفاع المنتجات والسلع وتمنع العراقيين من اقتناء احتياجاتهم الرمضانية. محمد فاضل، الغد، بغداد.